الطيران المدني تعلن أن وزارة النقل البريطانية لم تصدر قرارا بتعليق الرحلات إلى القاهرة. لندن تعتزم فرض عقوبات على طهران بعد احتجازها ناقلة نفط بريطانية. والبيت الأبيض يحث مجلس الشيوخ على فرض عقوبات ضد تركيا. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني أنه تم تنسيق مع السفارة البريطانية بالقاهرة للتأكد مما نشرته بعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن تعليق رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام. وأضاف المصدر أن السفارة أكدت أن هذا القرار ليس صادرا عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وأجاري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة. من جانبها قامت وزارة الطيران المدني بزيادة الساعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينغ 787 الجديدة لتسيير رحلة إضافية بدءا من اليوم إلى مطار هيثرو لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة. دعت سلطنة عمان الحكومة الإيرانية للإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها، مؤكدة ضرورة حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. من جانبها وجهت بريطانيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قالت فيها إن تهديد الملاحة في الممرات المعترف بها دوليا غير مقبول ويمثل تصعيدا كبيرا. وذكرت الرسالة البريطانية أن إيران ليس لديها أدلة على اصطدام ناقلة النفط بقارب صيد إيراني، مشيرة إلى أنها احتجزت السفينة عندما كانت في المياه الإقليمية العمانية أثناء ممارسة حق العبور القانوني في مضيق دولي. أكدت بريطانيا أنها بصدد فرض عقوبات على إيران وتجميد أصول لها. وتوقعت صحيفة تلغراف البريطانية أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أمام مجلس العموم اليوم عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إيران، والتي من المحتمل أن تشمل تجميد أصول، وذلك ردا على احتجاز ناقلة النفط البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن لندن قد تدفع أيضا من أجل إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على إيران. هذا وأعلنت واشنطن عدم السماح لطهران بإغلاق طرق الملاحة الدولية. وكشفت واشنطن عن دراسة تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج. نحو التصعيد ربما تسير أزمة احتجاز إيران لنقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، خاصة مع دخول الولايات المتحدة بقوة على خط الأزمة وتأكيدها على أنها لن تسمح لطهران بإغلاق طرق الملاحة الدولية. واشنطن ذهبت إلى التأكيد على أنها تدرس تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج ومنع تكرار احتجاز السفن العابرة لمضيق هرمز. وفيما كانت وتيرة المطالب تتزايد لحمل إيران على الإفراج عن ناقلة النفط وطاقمها، كان الحرس الثوري الإيراني يكشف نقابة عن عملية احتجاز الناقلة، وذلك عن طريق بث لقطات مصورة تظهر عملية الإنزال التي قامت به عناصره على سطح الناقلة قبل اقتيادها إلى ميناء بندر عباس. أزمة ناقلة النفط كانت حاضرة على اتصال الهاتفي ما بين وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اتصال أعرب خلاله هانت عن خيبة أمله تجاه احتجاز الناقلة. أما ظريف فأكد أن القضية برمتها ستمر عبر عملية قانونية. ترى طهران في عملية احتجاز الناقلة البريطانية حقا مشروعا لها، ردا على احتجاز بريطانيا إحدى ناقلاتها قبلة جبل طارق، لكن ردود الفعل جميعها ترى عكس ذلك بطبيعة الحال. يحكمها الخوف من تصاعد حدة التوتر بمياه الخليج، ما سيؤثر بالسلب على حركة التجارة العابرة لهذه المنطقة.
دعا البيت الأبيض جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى حضور اجتماع الأسبوع الجاري لمناقشة فرض عقوبات محتملة على تركيا. وتأتي دعوة لنواب الجمهوريين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تلغي صفقة شراء تركيا مقاتلات من طراز F-35 بعدما حصلت على منظومة الدفاع الصاروخي S-400 روسية الصنع. وبعد استمرارية الصعيدة مع الولايات المتحدة بحصولها على منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400، ردت واشنطن الصفحة لتركيا بقوة بحرمانها من مقاتلات F-35، وهو القرار الذي سيؤثر بشكل كبير على شركات الدفاع التركية بتكبيدها خسائر بمليارات الدولارات. لا تزال تداعيات حرمان تركيا من مقاتلات F-35 الأمريكية مستمرة على أنقرة، وذلك بعد حصولها على منظومة S-400 الروسية. فبحسب تقارير فإن لهذا القرار تداعيات اقتصادية كبيرة على تركيا، إذ ستوقف شركات الدفاع التركية التي تساعد في بناء طائرات F-35 أعمالا تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. الخسائر التركية ستمتد لأكثر من ذلك بحسب صحف ألمانية أكدت أن تخبط أردوغان سيؤدي في النهاية إلى خروج بلاده من حلف شمال الأطلسي الناتو. وأشارت الصحف إلى أن أردوغان قامر باقتناء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية وخسر صفقة سلاح كبيرة مع الولايات المتحدة. وبحسب صحيفة ديفيلت الألمانية في تقرير لها، فإن صفقة F-35 كانت واحدة من كبرى الصفقات في تاريخ تركيا التي كانت ستقتني على إثرها 100 مقاتلة من هذا النوع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قررت وقف الصفقة وبرنامج تدريب الطيارين الأتراك، مما لا يعني خسارة أنقرة مقاتلة متطورة فقط، ولكن تداعيات هذا الأمر ستكون كبيرة جدا على الأخيرة. الصحيفة الألمانية أشارت إلى أن الأزمة ستتفاقم بين البلدين ولن تقف فقط عند عقوبات اقتصادية أو عسكرية فقط، ولكن ستمتد لتشمل جوانب أخرى في العلاقة بين أنقرة والناتو. أما مجلة دريشبيغل فقالت أن أردوغان حاول المتاجرة بصفقة S-400 سياسيا وإيصال رسالة خادعة للأتراك بأن بلادهم مستقلة سياسيا عن واشنطن والاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الصفقة أبرزت مدى الضياع والتخبط الذي يعانيه أردوغان، والذي دفعه للتخلي عن مقاتلات متطورة مثل F-35 وعقوبات اقتصادية كفيلة بإرسال اقتصاد بلاده للهوية وعزلة سياسية وعلاقات سيئة مع الغرب من أجل هذه الصواريخ. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن أردوغان يسير في طريق بمفرده نحو الانهيار، وتساءلت عن أخذه لتركيا معه. وبحسب الجارديان فإن أردوغان ليس فقط على خلاف مع الولايات المتحدة وأوروبا وجيرانه العرب، إنما امتد الأمر إلى روسيا أيضا، مشيرة إلى أن شعبيته في تراجع متزايد في بلاده. وقالت الجارديان أن أردوغان يمضي نحو طريق مسدود، مشيرة إلى أنه يبدو متوترا جدا هذه الأيام. وأضافت الجارديان أن أردوغان يشبه جميع الدكتاتوريين الذي يربط بين تطلعاته الشخصية وسياسة الدولة. استمرت تركيا في انتهاكها للمياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكثفت أنقرة من عمليات التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص في تحد للعقوبات الأوروبية عليها وانتهاك للحقوق السيادية لقبرص، فيما هدد أردوغان بتحرك جيشه مرة أخرى إذا لزم الأمر. ويواصل أردوغان انتهاكاته لكل القوانين والأعراف باعتقال مدنيين وعسكريين بتهمة الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله جولن. يأتي هذا في الوقت الذي يستعد لإجراء تعديل وزاري على حكومته بعد الخسارة في انتخابات بلدية اسطنبول وتدهور الاقتصاد التركي. زنزانة لكل تركي، هكذا تحولت تركيا تحت حكم أردوغان الذي واصل انتهاكه لكل الأعراف القانونية والإنسانية، واستمر بطشه الأمني تجاه كل صوت يصرخ بكلمة لا في وجه حكمه الدكتاتوري. فبعد أيام من الذكرى الثالثة لانقلاب تركيا المزعوم، وصل نظام أردوغان اعتقال مدنيين وعسكريين بتهمة الانتماء إلى حركة المعارض فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة المزعومة، وذلك إذا تم اعتقال 52 عسكريا من القوات الجوية بناء على قرارات صدرت عن النيابة العامة في مدينة إزمير. وفي مدينة إسطنبول شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من المعارضين لأردوغان وحزبه الحاكم بالبلاد.
وذلك في الوقت الذي يستعد إردوغان لإجراء تعديل وزاري على حكومته بعد الخسارة الفادحة التي مني بها في انتخابات بلدية إسطنبول، وبعد التدهور الحاد في الاقتصاد التركي. فيما أوضح استطلاع للرأي أن نحو 62% من المشاركين يريدون العودة إلى النظام البرلماني مرة أخرى بدل من النظام الرئاسي الذي أدخله إردوغان. كما كشف الاستطلاع أنه في حالة إجراء انتخابات برلمانية في الفترة الحالية، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحصل على 37% من الأصوات فقط بعد توزيع أصوات الناخبين غير المستقرين على حزب آخر. واستمرارا لحالة تدهور الاقتصادي التركي، فأعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تراجع تصنيف 14 مصرفا تركيا مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا. وغرقت تركيا في أزمة مالية مع استمرار انهيار قيمة الليرة على خلفية شكوك دولية إزاء السياسة الاقتصادية التي يعتمدها إردوغان. توقع الصحفي التركي المعارض كاندوندر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا بحلول العام المقبل، كما توقع في مقال بصحيفة ديريش بيغل الألمانية تصاعد حدة الانقسامات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وكان دوندر شغل منصب رئيس تحرير صحيفة جمهورية، وتم القبض عليه بعد نشر مقال عن إمداد جهاز الخدمة السرية التركي للإرهابيين في سوريا بالسلاح. ويواجه المعارض التركي 6 قضايا أخرى تتعلق بالمشاركة في مظاهرات ميدان جيزي، وأخرى بزعم إهانة أردوغان ونجله على خلفية نشره مقالات كشفت عن فسادهما. حذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهورية المعارض في تركيا فائق أوزتراق من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده، مشيرا إلى أن تركيا باتت على شفا الإفلاس واقتصادها ينكمش بصورة سريعة مع مرور الوقت. وقال أوزتراق للصحفيين أن الديمقراطية تواصل التزييف أو النزيف كل يوم، ولم يعد هناك أي أثر للفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن القضاء والأجهزة التشريعية والتنفيذية لم تعد مستقلة عن بعضها وباتت أكثر ارتباطا بأردوغان. ولفت لأن تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة يشعر الجميع بها باستثناء النظام الحاكم الذي يتجاهلها، رغم أن تركيا وصلت لحافة الإفلاس بشكل سريع ومتلاحق. أعلن الجيش اليمني مقتل 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة صعدة شمالي البلاد. وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في محيط مركز مديرية باقم شمالي صعدة. هذا وتمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية بمحافظة الضالع. يأتي هذا في وقت لا يزال الجيش اليمني يواصل عملياته العسكرية لاستكمال السيطرة على محافظة صعدة الحدودية. المزيد في سياق هذا التقرير. العمليات العسكرية واسعة النطاق من جانب الجيش اليمني ما زالت مستمرة بهدف استكمال السيطرة على مديريتي باقم وكتاف بمحافظة صعدة، تلك المحافظة التي تعد المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي أقصى شمال اليمن. وفي محافظة الجوف المجاورة قتل عدد من المسلحين الحوثيين في هجوم شنته وحدات من الجيش اليمني على مواقع تمركزها غرب المحافظة، وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. بالتزامن أطلق التحالف العربي عملية نوعية جديدة مستهدفة هذه المرة مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، وهي المواقع التي تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. التحالف العربي أكد أيضا أن المواقع المستهدفة تشمل مواقع دفاع جوي وتخزين صواريخ باليستية تابعة للحوثيين، مطالبا المدنيين في محافظة صنعاء بتجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف. التحالف العربي أكد أيضا أن المواقع المستهدفة تشمل مواقع دفاع جوي وتخزين صواريخ باليستية تابعة للحوثيين، مطالبا المدنيين في محافظة صنعاء بتجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في مدينة الحديدة من خلال القنص وقصف المناطق المحررة، وكذلك في ريفها الجنوبي بمديريات حيس والدرهمي والتحيد، مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية في أوساط المواطنين، لتواصل بذلك خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية. الحكومة اليمنية اتهمت من جانبها ميليشيا الحوثي بإغلاق الممرات الإنسانية في مدينة الحديدة وإعاقة تحرك القوافل الإغاثية في رسائل سلبية تبعث بها الميليشيات لتؤكد رفضها السلام ورفض تنفيذ بنود اتفاق السويد بخصوص الحديدة، وفي مقدمتها الانسحاب من الموانئ والمدينة وتثبيت وقف إطلاق النار. لبيك طرابلس لبيك، لبيك يا طرابلس لبيك. ليبيا، أعلن الجيش الوطني الليبي أن معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين تقترب من نهايتها. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش أصبحت على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء في قلب طرابلس، مشيرا إلى أن قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالقضاء على الميليشيات في العاصمة لا رجعة فيه. أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية إغلاق حقل الشرارة النفطية منذ أول أمس الجمعة بسبب غلق أحد الصمامات في منظومة الضخ، مشيرة إلى بدء تحقيق في الأمر. وذكرت المؤسسة أن الحقل وهو الأكبر في البلاد كان يضخ نحو 290 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق، مضيفة أن الإنتاج في حقل الفيل القريب لم يتأثر بالواقعة. قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري تزكية عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق لمنصب الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا لأحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق الذي يخضع حاليا للحبس المؤقت لاتهامه بقضايا فساد مالية. ويأتي تعيين ميهوبي لإدارة شؤون الحزب الذي يعتبر ثاني أكبر أحزاب البلاد تمثيلا في البرلمان لحين عقد مؤتمره العام وانتخاب أمين عام جديد. أكدت الرئاسة التونسية عدم مصادقة الرئيس البلجي قايد السبسي على القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، والذي كان قد صادق عليه مجلس النواب في 18 يونيو الماضي. وقال المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن نتيشة أن الرئيس السبسي يرفض الإقصاء، مشيرا إلى أن الرئيس سيوجه خطابا للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة سيوضح خلاله كل النقاط الخاصة في هذا الشأن. قال مصدر قضائي سوداني أن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلم النائب العام اليوم تقريرها، وذلك بعد الانتهاء من تحريات لجنة التحقيق. وكانت اللجنة استجوبت 20 شاهدا، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام. وتضم اللجنة التي شكلت في 4 يونيو الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة وممثلين للشرطة وللقضاء العسكرية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى واستولت على بعض الأثاث الموجود فيه. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المصلى في 14 الجاري وقامت بتفريغ محتوياته وتضيق سلطات الاحتلال على الفلسطينيين بهدف إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة الذي أعيد فتحه أواخر شهر فبراير الماضي بعد 16 عاما من إغلاقه. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار دعم موسكو لسوريا في مكافحة الإرهاب وإعادة أعمارها.
جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس الروسي لنظيره السوري بشار الأسد بالذكرى 75 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ودمشق. وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا حليفتان في الوقوف معا ضد الإرهاب والتطرف، مضيفا أن موسكو ستستمر في مساعدة دمشق في حماية السيادة وضمان الأمن وإعادة الإعمار. قتل 3 إرهابيين على الحدود العراقية السورية في قصف جوي لطيران التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر والتي تستهدف ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي. تواصل القوات العراقية حربها ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر. وأوضحت القيادة في بيانها أن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، مشيرة إلى أن هذه العملية تشارك فيها مختلف قطاعات وفروع القوات الأمنية العراقية، وذلك بالإضافة إلى قوات الحشد الشعبي بدعم جوي من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي. بركة الله انطلقت عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد. هاي العملية مشتركة بها قطاعات كبيرة من ضمنها الفرقة المدرعة 9. تقوم الفرقة المدرعة 9 بتطهير مناطق النباعي والكسارات بثلاث محاور رئيسية، والعملية مستمرة اليوم الأول لهذا اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله تكمل أهدافها خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في 7 يوليو بدء المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر، والتي استهدفت ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وصولا إلى الحدود العراقية السورية. وبتزامن مع عملية إرادة النصر، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 3 إرهابيين بقصف للتحالف الدولي في محافظة كركوك، كما دمر سلاح الجو العراقي مركزا لتنظيم داعش الإرهابي جنوب غرب الموصل بعد تلقيه إحداثيات من استخبارات الحشد الشعبي. أكد البرلمان العراقي إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في شهر إبريل من العام القادم، وأبدى نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي حرصه على المضي في إجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق بحضور أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية. حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوروبيين على مواجهة الشعبوية والقومية والعنصرية، مشيدة بمقاومة النازية في بلادها. وقالت ميركل في تصريحات لها أن الأوروبيين بحاجة إلى التفكير على نحو متعدد الأطراف وليس بشكل أحادي على مستوى عالمي وليس قومي، مؤكدة أن هذه هي مهام الوقت الحالي. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للرئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي، وأبدى دعمه لبوريس جونسون أحد المرشحين لخلافتها. وفي تصريحات قبل أيام من انتخاب رئيس جديد لحكومة بريطانيا، قال ترامب إن مي أدت عملا سيئا، مشيدا بجونسون الذي قارنه بنفسه، مشيرا إلى أنه ستكون بينهما علاقات رائعة، كاشفا عن وجود اتصالات بينهما. هذا وشهدت لندن مسيرة رافضة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضد المرشح الأوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وتجمع آلاف الأشخاص قرب منتزه هايد بارك وسط لندن، ثم بدأوا بالسير إلى ميدان البرلمان حاملين لافتات مناهضة لجونسون وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قال رئيس وزراء اليونان الجديد أن بلاده ستقدم ميزانية عام 2020 في وقت لاحق هذا العام. وفي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ رئيس الوزراء أعضاء البرلمان اليوناني بأن الميزانية سوف تحترم تماما الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها مع المقرضين.
انطلقت في أوكرانيا الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تجرى بالنظام المختلط، ومن المقرر انتخاب نصف أعضاء البرلمان الأوكراني البالغ عددهم 225 نائبا من القوائم الحزبية، والنصف الآخر من المرشحين بنظام الانتخابي بالأغلبية. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تدخل الصين في أنشطة النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي، ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إجراءات بكين بالاستفزازية، مشيرة إلى أن تلك الأنشطة تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمفتوحة في المحيط الهادي، مطالبة الصين بضرورة التوقف عن هذه الأنشطة التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. انطلقت انتخابات مجلس المستشارين في اليابان، وتجرى الانتخابات كل 3 أعوام، وتبلغ فترة العضو المنتخب 6 أعوام، وفاز الحزب الديمقراطي الحر بغالبية ساحقة في انتخابات عام 2013، لكنه كان أقل حظا في انتخابات عام 2016. إلى أخبارنا أو أخبارنا الرياضية، حيث يواجه فريق الزمالك اليوم الجونة في الجولة 33 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وأعلن خالد جلال المدير الفني للزمالك غياب مصطفى فتحي لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف، بينما تم ضم المغربي خالد بوطيب لقائمة الفريق. ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، بينما يمتلك الجونة 37 نقطة في المركز 15. ويواصل فريق الأهلي تدريبات استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة 33 من الدوري الممتاز. ويسعى الأهلي لتعزيز صدارته للاقتراب خطوة من حصد لقب الدوري، حيث يمتلك المارد الأحمر 72 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل المقاولون المركز الخامس برصيد 48 نقطة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية نشرة العاشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها نبدأ. الطيران المدني تعلن أن وزارة النقل البريطانية لم تصدر قرارا بتعليق الرحلات إلى القاهرة. لندن تعتزم فرض عقوبات على طهران بعد احتجازها ناقلة نفط بريطانية.
والبيت الأبيض يحث مجلس الشيوخ على فرض عقوبات ضد تركيا. إذن لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.